بلغة الموسيقى التي تجمع كافة الشعوب، أنشدت فرق من مختلف أنحاء العالم أغنيات المحبة والسلام، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي حملت شعار كلنا إنسان. الشعار بيجمع كل الناس يعني، والدمج الأطفال أصحاب القدرات الخاصة واجب علينا، لأن ده بيأهلهم إنهم يعيشوا حياتهم الطبيعية كبني آدمين أسوياء ومفيدين للمجتمع. 35 دولة يشاركون في الملتقى بعروض فنية وسينمائية وغنائية يسهم بها ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تقديمهم نحو 100 عمل فني ضمن برنامج الفنون التشكيلية. بشوف إنه القدرات الموجودة عند أولادنا في العالم هي قدرات مش موجودة في أي شخص عادي حتى، وهذه لازم إظهارها وما يكون مخبيها، ولازم سبورت يعني يعطوا الأهالي يعطوا ثقة لهذا الإشي ويظهروه. نشعر بسعادة كبيرة للمشاركة، ولا سيما أنها المرة الأولى لنا في مصر. لقد أتينا من الهند لتقديم عرض مميز. هذا أقل واجب نحن نقدمه دعما وتشجيعا ومثابرة وتواجدا لأصحاب الهمم. أصحاب الهمم إحنا ما نقول أنهم ينقصهم المجتمع، لا، هم مكملين للمجتمع. وتحرص مصر على تقديم دعم متزايد لذوي القدرات الخاصة، ويعقد الملتقى في الفترة من 15 وحتى 21 من سبتمبر الجاري. هي رسالة لدعم العمل الخيري ونشر السلام يقدمها هذا الملتقى، الذي يهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة محليا ودوليا، كما يسهم في الترويج للسياحة المصرية عبر العشرات من الدول المشاركة. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.